واجب الصبر اليوم في هذا الظرف بالذات أن أكون في وزارة الداخلية لأطمئن التونسيين على أن هناك وطنيون ثابتون صادقون مؤتمنون على الدولة وعلى فرض احترام القانون. وسجلت أن هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص. هناك من تسلل وهناك من يسعى إلى التسلل، ولكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل فأن تهيأ له أنه حقق هدفا، فالهدف هذا الذي يتهيأ له لن يحتسب وسيلفظه التاريخ وستلفظه تونس. هناك من عمدوا إلى تفتيت الدولة أو عملوا على محاولة تفتيتها حتى في النسبة إلى بعض الإدارات، ولكن أنا واثق من أنكم ستتصدون السيد وزير الداخلية لهؤلاء وبكل قوة حتى تبقونهم في مزبلة التاريخ. كنت سأقول في سلة التاريخ، ولكن ليست سلة ولكن في مزبلة التاريخ. تسللوا في مرات عديدة ويحاولون اليوم التسلل، ولا فرق بينهم وبين ابن أبي سلول كبير منافقي يثرب التي قالت له هند بنت عطبة: ابن سلول يمرغ وجهه في التراب 5 مرات في اليوم، فأجابها قائلا: إنه النفاق يا هند. نحن هؤلاء سيبقون في التسلل وسيبقون مع ابن سلول وسنتصدى لهم في طار القانون. ولكن ليعلموا جيدا أن أي محاولة للمس من وزارة الداخلية أو من ضربها من الداخل فستواجه بأكثر مما يتوقعون، وعليهم أن يمتثلوا للقانون ولقرارات السيد وزير الداخلية ولرئيس الدولة، ولا مجال لأي كان يريد أن يوظف وزارة الداخلية لمآربه الشخصية. وزارة الداخلية هي وزارة كل التونسيين، وليست وزارة طرف يحاول أن يكون هو الفاعل في الخفاء تحت جنح الظلام. هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية. كنت الآن مع طلاء على الحرس الوطني وتحدثت إليهم بنفس الخطاب، لأنهم يواجهون الأخطار الإرهابية، يواجهون الأخطار المحدقة بالدولة التونسية، ولكن كانوا كما أنتم الآن إيمانا ثابت بأنهم يفدون الوطن. كنت قبله قال أن أذهب إلى مركز الحرس الوطني والفرقة الخاصة، ذهبت إلى وزارة التجارة يعني، ومرة أخرى هنا أقول لهم هذا التنبيه بعد التنبيه، أن أي محاولة للاحتكار من قبل الذين يمتلكون مسالك التوزيع ومن الذين يمتصون دماء الشعب هم أعداء الشعب ولا مكان لهم، وسيطبق عليهم القانون
إذا كان هناك احتكار أو كانت هناك مضاربة لا مجال للعب بقوت الشعب. ومن أيضا يريد أن يمس بحيادية المرفق العمومي للأمن أو بأي مرفق عمومي آخر سيتحمل مسؤوليته. كفى عبثا بالدولة التونسية. الدولة التونسية دولة تقوم على القانون، نحن حريصون على احترام القانون وعلى فرض القانون على الجميع على قدم المساواة. أما إهدار الطاقات والمليارات الموجودة عندهم في الداخل وفي الخارج، وكيف اليوم يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس. لم نتعرض لأي كان على الإطلاق أن لم تتعلق بقضايا، ولكن من تعلقت بقضايا يجب أن يعيد الأموال إلى الشعب التونسي. والصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي، ليس صلحا بين مصاصي الدماء ومن يحاولون ضرب الدولة من الداخل وتفجيرها من الداخل. الخطر الكبير الذي يتهدد الدول ليس الخطر القادم من الخارج، ولكن الخطر الكبير هو تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقا على الانتماء لهذا الوطن.